بناء على أبحاث تجريها منذ عام 2017، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن سلطات النظام التركي تعمدت اعتقال آلاف اللاجئين السوريين واحتجازهم وترحيلهم قسراً إلى المناطق المحتلة شمال سوريا، والتي قالت المنظمة إنها تشهد ظروفاً إنسانية مزرية. نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش آدم كوغيل أوضح أن العودة الطوعية التي تنفذها سلطات النظام التركي إلى المناطق التي تصفها بالآمنة غالباً ما تكون عودة قسرية محفوفة بالمخاطر ويشوبها اليأس، حيث كشفت إحصائيات المنظمة أن سلطات النظام التركي رحلت أكثر من 57,500 سوري ومن جنسيات أخرى بين كانون 2 يناير وكانون 1 ديسمبر من العام الماضي، منهم أكثر من 16,600 عبر معبر تل أبيض غريسبي. ولفت تقرير المنظمة إلى أن مسؤولي النظام التركي ضغطوا على إدارتي باب السلامة وتل أبيض غريسبي حتى لا تنشر أرقام المرحلين، فعمدت إدارة المعبرين إلى اعتبار جميع عمليات العبور أنها عودة طوعية، حيث عمدت إدارة باب السلامة منذ أيلول سبتمبر 2022 جميع عمليات الترحيل عودة، في حين أن إدارة معبر تل أبيض صنفت منذ كانون 2 يناير 2021 جميع عمليات الترحيل على أنها عودة طوعية. ونقلت المنظمة عن عامل إغاثة في تل أبيض غريسبي المحتلة أن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة سيئة، وأن المدنيين يعانون أوضاعاً صعبة، والكثير من المرحلين يعتمدون على المساعدات وينامون في ظروف مزرية لعدم وجود مساحة كافية، وأن بعضهم ينامون في الشوارع أو المساجد. واعتبر تقرير المنظمة أن تركيا طرف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية اللاجئين لعام 1951، لذلك فهي ملزمة باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يحظر إرجاع أي شخص إلى مكان قد يواجه فيه خطر التعرض للاضطهاد أو التعذيب.